اتكلم على الجيتار التاني. هو الجيتار ده نفس ماركة الجيتار اللي كنت لسه بتكلم عليه من شوية، هو كان سميث برضو، بس المرة دي الجيتار ده في حاجات مختلفة، ان هو فريتلس اول حاجة، يعني ما فيهوش الفريتس اللي موجودة اللي بتخلي الانتونيشن بريسايز، وعدم وجود الفريتس هو اللي بيطلع الصوت المميز للفريتلس بيسز عموما زي ده. طبعا بيبقى اصعب في اللعب ان الواحد طول الوقت لازم يخلي ودنه وصوابعه في اماكن معينة عشان يقدر يطلع، وانك لازم تبقى سامعة دايما open string او آلة تانية فيها perfect intonation عشان تريليت ليها. ودايما انا بلعب في المكان اللي المفروض الفريت تبقى موجودة فيه عشان اوصل على قد ما اقدر قريب لل perfect intonation. الجيتار ده معمول من بكونستراكشن اللي انا كنت بتكلم عليه مختلف، اللي هو البولت اون، يعني النيك بتاعت الجيتار متثبته في البادي ببولت، 4 بولت في الحاله دي. البادي الخشب بتاعه مختلف، هنا اش وود. الاش وود بتميز ان هو وزنه اخف من الميبل، و يعني اعتقد ان كين سميث او الناس اللي في المصنع هما بيعملوهم ما شافوا ان توليفه الاش مع النيك الميبل بتطلع الصوت اللي اغلب الناس بتدور عليه في الفريتلس بسهوله. الفينجر بورد في الجيتار التاني كانت معموله من الابوني، اما الفينجر بورد في الجيتار ده معمولة من الروز وود. البيك ابس برضو كين سميث معمولين في نفس المصنع اللي معمول فيه الجيتار، والفكرة ان الكنترولز هنا هي شبه في الجيتار التاني جدا، فوليوم اللي هو فيه الباسيف او اكتف. لو شغلت اكتف في الحالة دي اقدر استعمل الكنترولز بتاعت الاي كيو بتاعت الجيتار، لو بقى باسيف هيتلغي نفس الفكرة. ونفس الترتيب بالظبط برضو، ده بان اللي هو ما بين البيك ابس دي، وده للبيس بيعمل بوست وكات، وميد رينج بوست وكات، وتريبل بوست وكات. انا عشان اطلع صوت في الفريتلس اللي انا بحبه دايما بقلل شوية في الميد رينج والتريبل، و بفتح اكتر صوت في المايك النيك مايك عكس جاكو. في الحقيقة جاكو كان دايما بيطلع صوت من جاكو باستوريوس، لو حد ما يعرفوش هو اول واحد شال الفريتس من على البيس بتاعه وعمل صوت الفريتلس المشهور ده. ودايما بزود بيس لان بحتاج ان الفرق برضو في البريدج والتيونينج كيز، هو بسموهم الهاردوير. في الجيتار التاني كان لونهم جولدن او اللي هو الاصفر، هنا لونهم بلاك. فدايما اغلبية الجيتارات بتبقى مدية اختيار للناس انها تختار الهاردوير يبقى لونه نيكل اللي هو السيلفر العادي، ساعات بيبقى سيلفر مطفي، او البلاك او الجولدن. ده اكتر كومن، في دلوقتي بيعملوا الوان مختلفه برضو، بس ده اكتر كومن تشويسز هي البلاك والنيكل والجولدن.